حقق اللاعب البحريني غور ميناسيان الميدالية البرونزية في منافسات رفع الأثقال ضمن أولمبياد باريس 2024 وبهذا الفوز رفع اللاعب غور ميناسيان رصيد المملكة من الميداليات في الألعاب الأولمبية إلى سبع ميداليات بعد فوز سلوى عيد يوم أمس بالميدالية الفضية وذهبيات مريم جمال في سباق 1500 متر في لندن 2012 وروث جيبت في سباق 3000 متر موانع في ريو دي جانيرو عام 2016 ويافي في النسخة الحالية وفضيتي جيب كيروي كيروا في سباق الماراثون في نسخة ريو دي جانيرو وكالكيدان جيزا هيغني في سباق ألاف متر في طوكيو